قصيدة محمود سامي البارودي مودعا وطنه إثر نفيه إلى جزيرة سردنيب يقرأها بي سي LibriVox.org في غوانجو الصين. محل بينما أبقت عيون المها مني فشبت ولم أقضي اللبانة من سني عناء ويأس واشتياق وغربة ألا شد ما ألقاه في الدهر من غبني فإن أك فارقت الديار فلي بها فؤاد أضلته عيون المها مني بعثت به يوم النوى إثر لحظة فأوقعه المقدار في شرك الحسن فهل من فتى في الدهر يجمع بيننا فليس كلانا عن أخيه بمستغني ولما وقفنا للوداع واستبلت مدامعنا فوق الترائب كالمزن أهبت بصبري أن يعود فعزني وناديت حلمي أن ينوب فلم يغني ولم تمض إلا خطرة ثم أقلعت عن شواطئ الحي أجنحة السفن فكم مهجة من زفرة الوجد في لضا وكم مقلة من غزرة الدمع في دجني وما كنت جربت النوى قبل هذه فلما دهنتني كنت أقضي من الحزن ولكنني راجعت حلمي وردني إلي الحزم رأيا لا يحوم على أفني فيا قلب صبرا إن جزعت فربما جرت سنح طير الحوادث باليمن فقد تورق الأغصان بعد ذبولها ويبدو ضياء البدر في ظلمة الوهي. هذه القصيدة موجودة على النطاق العمومي.